طب ماذا عن السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا فيس؟ السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا فيس غالبا تكون عن طريق البرانشز اوف ذا تريجيمينال نيرف. مين التريجيمينال نيرف؟ نقول تاني ده كان الفيف سكرينيال نيرف. هنقسم الفيس جغرافيا باربع خطوط الى المناطق الاتيه. خط يبتدي من البارايتال امينس ينزل مايل داون ووردز فور ووردز لحد الانجل لاترال انجل اوف ذا اي، ثم يمشي هوريزونتالي لحد الميديال انجل، ثم ينزل داون ووردز ياخد منطقه التب اوف ذا نوز. الاريا اللي في ايدي هنسميها اريا واحد. طيب من نص هذا الخط هنرسم خط نازل مايل لحد الانجل اوف ذا ماوس، ومن نفس النقطه هنرسم خط اخر ياخد منطقه المنطم اللي هي منطقه الذقن. الخط الاخير هياخد من اللوبيول اوف ذا اير وينزل لحد الانجل اوف ذا مندول. طيب هذه الاربع خطوط هتقسم الفيس توبوغرافيا الى اربع نقاط، نقطة واحد واثنين وثلاثة واربعة. النقطة واحد او المنطقة واحد هتاخد النيرف سبلاي او كيوتينيوس انرفيشن فروم ذا برانشز اوف ذا سالميك نيرف. الترايجيمينال نيرف اللي هو العصب الكرينيال الخامس كان بيتفرع لثلاث فروع، اوف سالميك وماكزيلاري هتغذي المنطقة الثانية، ومنديبلر هتغذي المنطقة الثالثة. إذا حبينا نتكلم عن التوزيع، هذه البرانشز كانت تتولى تغذية اريا في الفيس، اريا واحد الاوفسالميك نيرف هيغذي اريا واحد، يعني هيغذي حتة من الفورهيد ويغذي جزء من الابر ايليد ويغذي كمان جزء من الفرونت اوف ذا نوز، كل دي عن طريق البرانشز اوف ذا اوفسالميك نيرف. ازاي؟ الاوفسالميك نيرف اللي هو أول عصب خارج من الترايجيمينال نيرف بيتفرع لثلاث فروع. بيتفرع الى ميديال برانش اسمه نيزو سيلري، وانترميديال برانش اسمه فرونتال، ولاترال برانش اسمه لاكريمال. كل من هذه البرانشز هتدي اعصاب تغذي هذه المنطقه. ازاي؟ السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكلير كانوا بيغذوا، السوبرا تروكلير الاول كان بيغذي الميديال وان ثيرد اوف ذا ابر ايليد، والسوبرا اوربيتال كان هيغذي الانترميديت او الميدل بارت اوف ذا ابر ايليد، اما البالبيبرال برانش اوف ذا لاكريمال ديفيجن اوف اوفسالميك نيرف كان بيغذي اللاترال وان ثيرد اوف ذا ابر ايليد. هننزل تحت شويه، النيزوسيلياري نيرف اللي هو برانش من الاوفسالميك نيرف كان هيتفرع لفرعين اثنين، انفراتروكليار واكسترنال نيزل. انفراتروكليار والاكسترنال نيزل كانوا بيغذوا الفرونت اوف ذا نوز، الفرونت اوف ذا نوز جزء منه الابر بارت كان السكين بتاعه مغطي البون، واللور بارت كان مغطي الكارتليجنس بارت اوف ذا نيزل سيمتوم. الانفراتروكليار برانش اللي جاي من الاوفسالميك نيرف كان بيغذي السكين اللي على البوني بارت، اما الاكسترنال ليزل كان بيغذي السكين اللي على الكارتليجنس بارت. طب اريا 2 اللي هتتولى اللي هيتولى الماكسيلاري نيرف تغذيه الجلد في هذه المنطقه عن طريق برانشز بتاعته. في البرانشز بتاعته احنا كنا خدنا من شويه كان في زيجوماتيك برانش، اداني زيجوماتيكو تمبرال نيرف كان رايح لمين؟ كان رايح لمنطقه السكالب، وايضا نهايه الماكسيلاري نيرف كان عن طريق ثلاثه برانشز. نهايته هو الكونتينويشن بتاعه نيرف اسمه انفرا اوربيتال نيرف، يخرج من فورمن تحت الاوربت هيتفرع لثلاث فروع، بالبيبرال برانش يروح للور ايليد، ونيزل برانش يروح للسايد اوف ذا نوز، وليبيال برانش هيروح للابر ليب. على هذا الاساس اللور ايليد والسايد اوف ذا نوز والابر ليب هياخدوا كيوتينيوس انرفيشن من الماكسيلاري نيرف. اما المنطقه الثالثه هيتولى المانديبولار برانش او المانديبولار نيرف برانش الثالث من برانشز الترايجيمينال نيرف تغذيه المنطقه رقم ثلاثه، وكانت تشمل اللور ليب والتشين سكين اوفر ذا تشين السكين الجلد منطقه الذقن، كانت عن طريق البكال والانسيسيف برانشز اوف ذا مانديبولار نيرف. المنطقه الرابعه والاخيره ديت كانت مشتركه ما بين الفيس وما بين السكالب، فكان الجريت اوروكولار نيرف اللي هو كان النيرف المسؤول عن تغذيه السكالب بيهايند ذا اوراكل كان يتولى تغذيه جزء من السكن اللي مغطي الانجل اوف ذا ماندبل.